إذا السلام عليكم، تحية طيبة جديدة متجددة الزفلة وأنا الزفلة جميع. إذا هذا موضوع عام على أي حال الجميع على المنهج العلمي، فنتحدث على المنهج العلمي، واللي المنهج العلمي بالمناسبة هو منهج واحد ويتماشى ويتساير مع كل العلوم. فلما تبحث تبدأ في البحث عن طريقة أو عن مثلا في العلوم الطبيعية أو الميكانيكية أو الدرة أو المجرات أو الفلسفة أو التاريخ، تبع نفس المنهج، وهذا منهج متعارف عليه عالميا. وحنا في العلوم الإنسانية، المنهج البحث العلمي يحتاج إلى قواعد صحيحة في علم الفلسفة والمنطق وكذا، ويحتاج إلى قواعد صحيحة أيضا في المنهج العلمي اللي تعلمهم هما منهجية البحث. فنتذكر أنا كنا نقرأ في الثانوية، وكان يقرينا يعني أستاذ متمكن، واللي نوجهوا له تحيه، ويعني عارفوه راه عاد هنا يقري، وناس ملاح ومتمكن، يعني كثيرين متمكنين، لكن هذا يعني اللي قراني نحكي لكم عليه. فهو ايضا يعني كان متخرج من مدرسه خصيصا متخصصه في الفلسفه، يقرا 5 سنوات بعد الجامعه يكون متفوق في الفلسفه، يدرس 5 سنوات ثم يذهب للتدريس مباشره. لا اعلم، ربما حتى هذه المدرسه اغلقت. على اي حال ان كانت اغلقت يعني ينبغي إعادة فتحها لأنها جد مفيدة. يعني نتحدثوا عن المنهج العلمي، يعني عطاونا يعني مسكين كان يقري بصدق وإخلاص، الله يعاون كل المعلمين يعني مدرسين كاع الأطوار، فكان مسكين يعني يجتهد ويعطينا بقلبه إخلاص، وبارك الله فيه على أي حال، ومازال صديق، هو كان أخ وكان صديق، ويعني إنسان رائع. فبارك الله فيه. تحدثوا على المنهج العلمي. المنهج العلمي يا جماعة اللي خص تطبقوه ونفهموه كي نهضروا ونبحثوا والآخر، هو مثلا نعطي نبسط لكم كاع المثال باش تفهموه. إلا أنني نفهمكم صح، إلا أنتم راكم تفهموني هذيك حاجة واحدة أخرى. ماذا بينا أنتم زيدوا فهموني، نتعلموا منكم. يوجد في البحر ما لا يوجد في النهر. كما قال لها انتوما البحر وانا النهر، ولا انا الواد وانتوما البحر. فمثلا المنهج العلمي جيت تنتقدني انا ياسين، هاورك ماشي تنتقدني، فمثلا تقول لي ياسين مش عارف انا راك سمين، وراه عندك حب هنا حب هذا يعني هنا، ولديك اسنان يعني من القهوه والتدخين بدات هنا تفسد، وتقول لي مثلا هذا البوني تاعك هذه القبعه هذه مشي مليحه وكيتنحيها راك مغوفل مثلا، وتبقى تنتقد فيا هكذا، والفيستا مره جايه تنتقدني انا بتبين لي بلي مانيش شباب. فانا اقتنع، نشوف الاخطاء، نقول نعم عندهم الحق، وتقول لي اللحيه مثلا ونواضر في مين، ربما ديرهم الاخر تنتقدني، نمشي انا نمشي نجري هكا نحسن ندير نواضر الاخرين خرج الشباب. يا قلت لك تنتقدني، يا انا نحس بروحي باللي نفيق روحي باللي ما شباب ما والو، يا ندز معاهم. المهم المنهج العلمي هذا هو، يعني تنتقد الحاجه كما هكا، مشي تمشي تقول لي انت مشي شباب، نقول لك علاش تقول لي لطوتك مشي مليحه، ولا تقول لي داركم مشي مليحه، ولا تقول لي مثلا مش عارف انا صحابك مشي ملاح. لا، انت راك في المنهج راك تنتقد الشخصيه تاعي انا مشي شباب، يعني قعد غير تما انتقد هنا باش تكون الاطروحه والفرضيه تاعك قويين. فالمنهج العلمي بسيط وسهل، ويمكن نزيدو نديرو لكم يعني عناوين عليه وبرامج عليه، ونعم يمكن نديرو لكم 5 ولا 6 فيديوهات على المنهج العلمي البحث العلمي باش تبقاو تتبعوه باش تبحثوا، ماشي كل واحد يبقى يشنقل، هذا يشنقل منا والاخر يشنقل من هيه، فتا واحد ما يستفاد، ياك تا واحد ما يستفاد دروك. انا فهمني واحد دروك، انا نهضروا على مثلا على السياره ولا على الطائره، واحد يهضر، انا نهضروا على الطائره، واحد يهضرنا على الشار، واحد يهضرنا على البيسكلات الدراجه، فلا احد يستفيد. فبالاحسن باش نطوروا حنا رواحنا ونفوسنا وبلداننا ومجتمعاتنا، نتحدثوا في المنهج العلمي، الناس اللي تحدث في المنهج العلمي
تكون دارسات وتتبعوا وتاخذ الخطوات تاعو اللي ما يعرفوش. ساهل يتعلموا، ساهل يتعلموا، ساهل يتعلم البحث العلمي. قلت لك البحث العلمي هو عبارة عن تدرج، عنده المنهجية تاعو، ويمكن نعاونكم بفيديوهات في سبيل الله باش تقبضوا المنهج العلمي، باش غدوة كي تجي تكتب لي كومونتير مشينا نهضر لك على 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 الطوبوق وانت تهضر لي على التقاشير وما تزوش خاص. إذا السلام عليكم، وهذا في المنهج العلمي. بارك الله فيك. سعد.